ويقدم شعار هجن الرئاسة، بينما المركز الخامس القادم شاهين بشعار هجن الرئاسة يتقدم في هذه اللحظات بقيادة حارب بن مغير بن سالم العميمي، بينما المركز السادس القادم شاهين بشعار هجن الرئاسة يتقدم المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما المركز السابع القادم شاهين بشعار هجن الرئاسة حارب بن مغير بن سالم العميمي في عملية التضمير، بينما المركز الثامن القادم شاهين أيضا بشعار هجن الرئاسة بقيادة حارب بن مغير بن سالم العميمي، المركز التاسع القادم شاهين بشعار هجن الرئاسة يتقدم المجازف، مع المركز التاسع والعاشر بشعارات هجن الرئاسة. هكذا هي النتيجة للعشرة الأسماء المتقدمة الباحثة عن الفوز وعن الناموس، ولكن نعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى شاهين ما زال يحتل الصدارة بشعار هجن الرئاسة. يقدم شاهين صالح بن سعيد بالعرج في عملية التضمير والمتابعة التامة لشعار هجن الرئاسة، بينما القادم مع المركز الثاني أتابع شاهين بشعار هجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مقدما لشعار هجن الرئاسة. يتقدم المجازف بهذا الانطلاق الكبير والمميز. المركز الثالث القادم هملول بشعار هجن الرئاسة يتقدم الظافر علي بن جميل الوهيبي، بينما المركز الرابع القادم والمنطلق شاهين يتقدم بشعار هجن الرئاسة وحارب بن مغير بن سالم العميمي، بينما المركز الخامس القادم شاهين بشعار هجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مقدما لشعار هجن الرئاسة. المركز الخامس وتابع او السادس الانطلاق والتحدي من شاهين بشعار هجن الرئاسة حارب بن مغير بن سالم العميمي يتولى عملية تضمير شاهين في هذه اللحظات، بينما المركز السابع القادم شاهين بشعار هجن الرئاسة والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما المركز الثامن القادم شاهين بشعار هجن الاتحاد يتقدم وينطلق منصور بن سعد بن قذلة في عملية التضمير والمتابعة، بينما المركز التاسع القادم شاهين بشعار هجن الرئاسة يتقدم في هذه اللحظات حارب بن مغير بن سالم العميمي في عملية التضمير، والمركز العاشر القادم شاهين بشعار هجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في عملية التضمير. هكذا النداء الثاني للعشرة المراكز المتقدمين الباحثين عن الفوز، ولكن العودة إلى شاهين وانطلاقاته الكبيرة. يتقدم في هذه اللحظات بشعار هجن الرئاسة ينفرد بالصدارة وينطلق،
يقدم لنا شاهين في هذه اللحظات صالح بن سعيد بالعرج في عملية التضمير والمتابعة. يا سلام يا سلام على شاهين وعلى شعار هجن الرياسة من يحتل المركز الأول معلنا هذا الانطلاق وهذا التحدي. ولكن القادم القادم بكل قوة أتابع شاهين بشعار هجن الرياسة. المجازف بدأ يقترب محمد بن عتيق بن زيتون المهري يقدم لنا شاهين في هذه اللحظات المركز الثالث. القادم هملول هملول هو الحاضر بشعار هجن الرياسة. الظافر علي بن جميل الوهيبي في عملية التضمير. المركز الرابع القادم شاهين بشعار هجن الرياسة. حارب بن مغير بن سالم العميمي في عملية التضمير. المركز الخامس القادم شاهين بشعار هجن الرياسة. والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون. اشتدت المعركة، بدأ التحدي وبدأ الصراع في هذه اللحظات. ولكن شاهين ما زال مسيطر تمام السيطرة على المركز الأول. والانطلاق الكبير صالح بن سعيد بالعرج في عملية التضمير والمتابعة. يا سلام يا سلام يا سلام على هذه الانطلاقة وعلى هذا التحدي. بن زيتون قادم بشعار هجن الرياسة مع المركز الثاني يقدم لنا شعار هجن الرياسة. بينما المركز الثالث القادم هملول هملول هو الحاضر بشعار هجن الرياسة. الظافر علي بن جميل الوهيبي في عملية التضمير. ولكن ايضا تحرك في هذه اللحظات شاهين بشعار هجن الرياسة. المجازف محمد بن عتيق بن زيتون وشاهين قادم بشعار هجن الاتحاد. منصور بن سعد بن قذله يا سلام. ولكن نعود الى الصدارة الى التحدي ما بين شاهين وشاهين لهجن الرياسة. الانطلاق الكبير والتحدي المميز في هذه اللحظات ما بين شعارات هجن الرياسة، ما بين صالح بالعرج وما بين المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. بدأ الانطلاق، بدأ التحدي في هذه اللحظات. ولكن الكيلو الأخير الكيلو خطير وشعار هجن الرياسة ما زال مسيطر على المركز الأول. غير بن زيتون غير المجازف في هذه اللحظات. المركز الثاني شاهين بشعار هجن الرياسة. المركز الثالث هملول بشعار هجن الرياسة. الظافر علي بن جميل الوهيبي. ولكن الحمر الخطير الحمر الكبير الحمر المثير المجازف المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري غادر بالإنجاز، غادر بالإبداع، غادر بالتحدي، غادر بالمركز الأول شاهين لهجن الرياسة. المجازف المجازف محمد بن عتيق بن زيتون وشعار الرياسة، شعار الذهب، شعار الرموز، شعار الانجازات العديده. سلام لهجن الرياسه وسلام للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهري على هذا الفوز والانتصار الكبير. المركز الثاني هملول بشعار هجن الرياسه بقياده الظافر. المركز الثالث شاهين بشعار هجن الرياسه بقياده المجازف.
المجازف، مركز الرابع شاهين بشعار هجن الرياسة بقيادة المجازف، مركز الخامس شاهين بشعار هجن الاتحاد بقيادة منصور بن سعد بن قذلة. التوقيت الزمني ولحظة وصول شاهين معلن الفوز والانتصار. التوقيت الزمني ولحظة وصول شاهين لهجن الرئاسة 12 دقيقة 54 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس، بينما اللي احتل المركز الثاني هملول بشعار هجن الرئاسة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي. وتوقيته الزمني ولحظة وصول 12 دقيقة 56 ثانية، جزء وحيد من الثانية تهانينا والناموس، بينما المركز الثالث شاهين بشعار هجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون. 12 دقيقة 57 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس للجميع.